لكن سيناريوهات الأخبار ما قدمت ليلة أمس الأول أعتقد نقابة المحامين العراقيين، إذا جنابك طلعت عليه أنه رفعت دعوة أيضا للمحكمة الاتحادية البت بها في قضية بطلان حل مجلس النواب العراقي إذا ما سلمنا جدلا أنه نفترض أنه المحكمة الاتحادية ذهبت إلى تصديق هذه الدعوة بمعنى بطلان الانتخابات، لا انتخابات، وبمعنى أنه سيعود مجلس النواب كما كان. ليش هذا الحكي هسه طلع؟ ما هو الطعن بالقانون وبطلان حل مجلس النواب وبطلان الدوائر المتعددة وهذه التفاصيل ليش هسه طلعت؟ اي اعتقد انه هناك دفعا سياسيا بما لا يقبل الشك، هناك ولا هذا سؤال منطقي لجنابك تسألين، منطقي عقلائي وطني ايضا، اذا كان هناك اشكالية لماذا لم نسمع هذه الاصوات او نسمع هذه الاراء المطروحة قبل الانتخابات، ولا سيما انه الطبخة السياسية اللي اعدت على اساس حل مجلس النواب قبل 3 أيام من يوم 10/10 من يوم الانتخابات، كان الحديث في شهور سابقة مو في أيام سابقة، كان الحديث في شهور سابقة، يعني أكاد أجزم أن أقول أنه من الشهر السابع كان الحديث بها. فبالتالي لماذا لم نسمع هذا الرأي من المختصين على الأقل اللي هم مجموعة المحامين أو نقابة المحامين أو من المدعي العام أيضا، يعني نتحدث قانون ودستور عراقي وفق مادتين 64 أعتقد و 47 أو 67 و 47 المادتين الدستوريتين. هذا واحد من السيناريوهات الخطيرة، السيناريو الأخطر أنه أيضا بالقانون قانوني يقول لك أنه مجلس الآن الهيئة القضائية ميمها الملف وأنهت العمل، هي غير ملزمة بسقف زمني لإرسال هذا الملف إلى المحكمة الاتحادية حتى لو إن شاء الله يبقى سنة.